السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة راديا جسور جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بليغات بالزنجلان كمعسلة رمضانية مميزة، لا في الشكل ولا في المذاق، محبوبة عند الجميع، كتجي مقرمشة ولذيذة بزاف. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في المكونات كيلو ديال الزنجلان مع كيلو ديال الدقيق الابيض، يعني نفس الكميه. الزنجلان كيكون مسخن من قبل، حاولوا ما تحمروش بزاف لاننا غنقليوه من بعد. وعندي كيس من خميره الحلويات وصفار بيضه، وعندي كاس ونص ديال العنبه ديال الزبده اللي مذوبه، وغادي نحتاج نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وقرعه ديال ماء الزهر يكون نوعيه جيده، وقبيصه ديال الملح. وغادي نحتاجو الماء دافي باش غادي نجمعو هاد المكونات. وبالنسبه يعني الا جاتك اللي ما كيبغيش يعني فيهم الريحه ديال ماء الزهر مجهده، فحاولوا يعني تديرو غير كاس او نصف كاس وتكملوا بالماء. فانا كتعجبني فيهم الريحه ديال ماء الزهر، خصوصا يعني الا كان ماء الزهر يعني نوعيه جيده فكتجي فيهم الريحه ديالو زوينه بزاف. وبالنسبه للمكونات يعني تقدروا ديروا نصف المكونات، يعني ديروا نص كيلو ديال الزنجلان مع نص كيلو ديال الدقيق الابيض، فحتى هي كتخرج يعني كميه مزيانه. غادي نخلطوا دابا المكونات كلهم وغادي نجمعوا الخليط ديالنا بالماء دافي. وبالنسبه يعني اللي كيبغي ينسمهم فكيضيف فيهم النافع او حبه حلاوه والقرفه، فحتى هما يعني كيعطيهم واحد النسمه زوينه. فانا كنكتفي بالزنجلان بوحدو فكيعطيهم واحد المذاق وواحد القرمشه، وفي نفس الوقت كيكونوا هشاش. وبالنسبه للناس اللي كتجيهم شباكي يعني صعيبه وفيها الخدمه، فيحاولوا يعني يديروا هاد البليغات هادو، كيجيو لا في الشكل ولا في المذاق، كيجيو يعني كمعسله، يعني تكون في الطبله ديال الفطور ديال رمضان، فكيجيو يعني في شكل ديالهم راقيين بزاف، وفي نفس الوقت يعني الخدمه ديالهم ساهلين، ما كياخذوش يعني الوقت بزاف، واخا يبقاو عندك يعني الشهر كله كيبقاو يعني محافظين على القرمشه ديالهم. كما كتشوفوا انا راه جمعت العجينه بالماء، يعني حاولوا تجمعوها بالماء الكافي، ما تكونش العجينه قاصحه وما تكونش متلوقه بزاف. فكما كتعرفوا انها معجونه يعني مخدومه بالزنجلان والدقيق، فالزنجلان كيشرب شويه، فغادي نخليها ترتاح شويه وغادي تزيد تجمع العجينه. غادي نحاول انني نقطعهم هكا يكونوا دي بول صغار بحال هكا، وغادي نديرهم في بلاستيك غذائي وغادي نخليهم يرتاحوا المده ديال نصف ساعه عاد باش غادي نخدمهم باش يجيوني ساهلين في الخدمه. ومن بعد ما دازت نصف ساعه يعني العجينه ارتاحت، غادي نحاول انني نسرحها بالدلاك. حاولوا يعني الا كانت كتلصق لكم شويه ترشوا شويه ديال الدقيق وتسرحوها بالدلاك، فما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه، يعني الا كانت غليظه بزاف فغادي تجيكم يعني ما غاديش تجي مقرمشه، والا كانت رقيقه بزاف غادي تحرق لكم. غادي نسرحها بالدلاك وغادي نحاول انني نقطعها بالجراره على شكل شرائط يكونوا طوال. فانا غادي ندير عيني ميزاني، يعني ما غاديش نبغيهم يكونوا كبار وما يكونوش صغار، يعني يكونوا في القياس. غادي نقطعهم شريطات بحال هكا، ومن بعد غادي نقطعهم على شكل مربعات يكونوا صغار يكونوا متساويين باش يجيوكم ساهلين. حاولوا يعني تقطعوهم كلهم على هذا الشكل، قطعوهم مربعات صغار، قطعوا يعني الكمية تكون كثيرة شوية عاد باش كتبداو تخدموهم. ومن بعد ما قطعناهم كلهم كما كيبان لكم على شكل مربعات، غادي نحتاج واحد الزلافه اللي غادي ندير فيها واحد شويه ديال الدقيق مع الماء، غادي نخلطو حتى يولي على شكل كريمه. وغادي نحاول اني غادي نلصق به دوك الجوانب ديال البليغات باش ما يتحلوش لينا في القلي.
كما كيبان لكم الطريقه راه واضحه. كتاخذوا واحد الجنب مع الجنب الاخر وكتلاقيهم، اولا كتاخذوا جنب وكديروا فوق الجنب الثاني وكتلصقوهم، يعني الشكل اللي بغيتو ديروا فيهم اولا ديروهم على شكل كورني، حتى هكا كيجيو زوينين. وبالنسبه ليا انا كنقادهم وكنخليهم حتى الغد لي عاد باش كنقليهم، يعني كنقادهم هكا وكنصايبهم وكنغطيهم بشي منديل يكون خفيف وكنخليهم يباتوا ليله كامله حتى الغد لي عاد باش كنقليهم، وكيحافظوا على ديك الشكل ديالهم، وفي نفس الوقت كيجيو يعني النتيجه كتجي زوينه. فغادي نحاول انني نخدم معكم اكثر من وحده باش اي وحده يعني مبتدئه ما عرفتش يعني تعرف على الطريقه، فيعني الطريقه راه واضحه يعني ما فيهاش صعوبات. من بعد ما كملنا البليغات ديالنا فغادي ندوزو باش نقليوهم بحال جميع المعسلات. غادي نحتاجو للزيت، غادي نديروه يسخن، يعني الزيت ما تكونش سخونه بزاف، يعني يكون على درجه متوسطه باش غادي نطيبوهم. وغادي نديرو كميه ديال البليغات وغادي نحاولوا اننا مره نحركوهم حتى يعني يتحمروا من جميع الجوانب. وغادي نحتاجو العسل، فالعسل اللي كنت حضرت معكم هو يعني اللي خدمت به الشباكيه وخدمت به البليغات. فحاولوا ديروا الكميه يعني اللي قدرتوا عليها في الطياب وخليهم يعني يطيبوا حتى يولي اللون ديالهم ذهبي، يعني ما يطيبوش يعني بزاف لان غادي نديروهم في العسل فغادي يزيدوا يعطيو اللون بزاف. وغادي نطفيوهم في العسل، العسل يكون بارد كما قلت لكم، فالعسل ما كنسخنوش، يعني كيكونوا البليغات سخان وكيكون العسل بارد فكيجيو يعني هما قد قد، فكنخليهم يعني في العسل يعني حتى كيشربوا العسل مزيان عاد باش كنحيدوهم وكنسقطروهم، وكيجيو يعني اللون ديالهم كما كيبان لكم كيجيو اللون لا في الشكل ولا في المذاق كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ ومقرمشين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وبصحه وراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البليغات ديالنا، فكيجيو في المنظر روعه. زينتهم بشويه ديال اللوز اللي محمر وتقدروا تخليهم يعني غير هكاك فكيجيو شاربين العسل وكيجيو مقرمشين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وشكرا لكم بزاف بزاف على ثقتكم وعلى التعاليق المشجعة، وكنشكر الناس اللي انضافوا عندي جداد في القناة، كنشكرهم بزاف. وبارطاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء. مع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.